قراركم بسحب اللواء 30 من سهل نينوى أثير لغط الكثير حول هذا القرار. نتعامل معه بشكل سليم وصحيح. كل السيطرات غير المصرح بها تزال تدريجيا، والقوات المسلحة هي الجهة الوحيدة التي تمسك السيطرات. معادلة كاملة عبرت عن نفسها وتغيرت. صبات هي صبات، هي حجر موجود ببعد طائفي، ببعد أمني، ببعد اقتصادي، ببعد مروري، ببعد نفسي، ببعد عائلي. الحكومة بدأت حملة لملاحقة صالات القمار والروليت واعتقلت شخص. قوات مشتركة من عدة جهات لحسن تنفيذ الأمر، لأن البعض سيحتج، البعض سيقاوم باسم شركات الهاتف النقال وطريقة أدائها. كيف ستتعاملون مع هذا الملف؟ نقترب من حلول، نحتاج إلى إيرادات غير نفطية، والهاتف هو إحدى الموارد اليوم لتعزيز خزينة الدولة وأيضا لتوسيع الشبكة. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour cet entretien. شكرا جزيلا دولة الرئيس.